فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول السلف، وهذه مسائل قلت الحاجة إليها ماسة جدا جدا جدا. الأصول ملتبسة مختلفة. أنا أعجبني أمس الصدق في كل شيء خير. أعجبني أمس أن مصطفى أخونا المغربي سألني وقال لي فلان فلان تكلم وقال أشعرنا على السنة والجماعة. قلت له دعك من هذا، أنا أعرف هو يريد يدخلني في أمر لا أدخل فيه. فقال لي لما أهل السنة لما السلفية يعني تشغب على الناس أو تضغى، صح كده؟ فقلت له شوف، أنا أعرف أنك صادق دين وأنت لا تكذب. الأشاعرة تكفر السلفية وتقول كذا وكذا، تخرج مرض يعني أقر مرض. فالحاصل أصول السلف ملتبسة. إذا كان أقول الإخوة الأفاضل اللي هم الضعافة اللي جالسين ضيعوهم وضيعوا مشايخهم وراهم، لما يسمعوا المشايخ يقول لك أعوذ بالله، ما أنا أتكلم عن مشايخ وهكذا من تحت لتحت يتكلمون عنهم. فهؤلاء أصلا ضعافة، ملتبس عليهم الكلام ده من أهل اعتقاد أهل السنة والجماعة ولا مش اعتقاد أهل السنة والجماعة، وتصدروا أنفسهم على الجرح والتعديل، وهم اصلا ضعاف في العقيده اصاله. وده اصل الكلام، لان مسائل الخلافيه هم يدخلوا في مسائل الخلافيه يبدعوا احد ما يستطيعون. يعني مسائل الخلاف يسع، الكلام كله في اصول الاعتقاد انه لا اختلاف فيه. فلذلك الاخوه غريب جدا، انا قلت يعني قبل ذلك انه مساله العلم من لم يعرف قدره لا يناله، يعني لا يعرف قدر العلم لا يناله ولن يناله. هذه بقى من عند الله، دي السنن الكونيه، السنن الكونيه من عند الله جل وعلا، انه الذي لا يعرف قدر النعمه لا يمكن ان ينالها. عمر بن الخطاب تمنى الاماره، تمنى ان يكون اميرا، وما كانت نفسه تشرئب لذلك قط، الا انه سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، طيب اي سؤال يكون بعد الدرس ان شاء الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يستلم الرايه غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. إن كان في تعليقات في نفس الموضوع يا محمد أنا لا أمانع، لا أمانع. أنا قلت محظور أي تعليق غير ما نحن فيه. لو في نفس مناط الكلام أو متعلق بما نحن فيه بصدد الكلام أصول السلف أنا معكم، تعلقوا كيفما شئتم، غير ذلك لا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه تمنى الإمارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. صحيح؟ نفس الأمر، العلم لا يصل إليه كل واحد متمني. في كثير من الإخوة تتمنى أن تتعلم، تتمنى أن تكون طالب علم، ويقول لك أنا الآن سأكون قد يكون الأمر اللي يتصدر، قد يكون الأمر اللي يدرس، قد يكون الأمر. مالك لما سئل عن طلب العلم قال أرفع الجهل عن نفسي وأتعلم، ما زلت أتعلم لأتعبد. وأحمد كان يقول ذلك أيضا، أحمد يقول أفضل النية لطلب العلم أن أرفع الجهل عن نفسي فأتعبد لله جل وعلا. فده أصل أصول النية. فمن انتوى بالعلم تصدرا أو تقدما على الناس فالمسألة كده، فالمسألة تكون صعبة عليه، لا ترى فيهم يعني نفعا ولا إن شاء الله ولا ضرا، هذه أهم حاجة. لكن الأصل انه العلم مش بالتمني. في اكثر من اخ يقول انا مش ممكن اترك حياتي هكذا ولا دقيقه تضيع من عمري، وساعيش عمري اطلب العلم ليل نهار صباح مساء. وبعد ذلك تراه حتى ما يصبر على الطلب، ما بيصبرش. ودي انا قلت احنا في غليات الان، في ناس افاضل جدا من تونس ترسل لي تقول الدنيا مقلبه عندنا، الدنيا مقلوبه، مش فاهمين اي شيء في الدنيا، مش فاهمين اي شيء من اللي بيحدث، لا فاهمين من مشايخ شيء ولا فاهمين من العلماء شيء ولا فاهمين من الواقع الذي نعيشه شيء. كل ذلك الله تعالى يغربل الناس، يغربلهم، ولا ثابت الا اصحاب العقيده الصحيحه، لا يمكن ان يثبت الا اصحاب العقيده الصحيحه. فلا بد ان نفهم، وايضا لا بد ان نفهم انه لا يمكن لاحد ان يعتلي عرش العلم او يقف عنده او يستطيع ان يستفيد منه الا من عرف قدر ما هو فيه. من لم يعلم قدر ما هو فيه لا يمكن ان يصل اليه بحال من الاحوال. كنا نتكلم عن
أصول السلف. ودي كانت أيضا يعني أردت بها حفاوة لإخواننا في المغرب، لأنه أخ سلفي اشتكالي وقال كلما نجاب هؤلاء القوم يقولون عندنا أصول وأنتم لا أصول لكم، فأردت أن يكون هذا يعني له ولإخواننا بالمغرب وأيضا إخواننا هنا حتى الذين يتنطعون ويقولون يعني نحن نرفع راية الجرح والتعديل، فنقول لهم تعلموا تعلموا حتى يكون الرفع رفع رفع على إيش؟ على أصل، رفع على أصل وعلى قوة. لذلك إخوتي الكرام ابتدأنا الكلام على أصول السلف، قلنا من أعظم أصول السلف الأسبوع الماضي تكلمنا عنه أن السلف يستدلون ثم يعتقدون، أحرار، حرية النظر تابع للدليل، ما يعتقد إلا بعد الدليل، ما يعتقد إلا بعد ما يأتي الدليل، يستدلون ثم يعتقدون. والخلف من ضياعهم أنهم يعتقدون ثم يستدلون، لذلك لا تتعجبن أنهم كل واحد منهم يلوي عنق النص من أجل أن يوافق المتكلمين. ولذلك قال علماؤنا من المتقدمين يعني من العلماء ومن المتأخرين الذين لهم ما لهم من الإتقان، قال وكان المتكلمون يعني يصرفون الكلام عن وجهه من أجل أن يوافق ما ذهب إليه المتكلمون، ليس له أسس علمية بحال من الأحوال. هذا سنبينه إن شاء الله في هذا الباب. السلف يستدلون ثم يعتقدون، وضربنا أمثلة كثيرة على ذلك وأقصاها. قلنا جابر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن الله كلم أباك كفاحا، وش قال له؟ اعترض ولا اعتقد؟ اعترض ولا اعتقد؟ اعتقد بأن الله تكلم. وما معنى تكلم؟ تكلم يعني كتب له على استغفر الله على شيء كما كتب خط بالتوراة بيدي؟ لا، تكلم يعني أسمعه صوتا، تكلم يعني أسمعه صوتا. نعم، أما هو سيأتي، احنا بنتكلم عن الأمثلة، خلينا في جابر الآن ليفهمه. هو لما قال له كلم أباك كفاحا، ده كمان بيقول له إيش بالدقيق الوصف ليفهمه، كلم أباك كفاحا، ومعناه أنه لا ترجمان، ما في وسطة، لا ترجمان بينه وبينه، كلم أباك كفاحا. فاعتقدوا ذلك، اعتقد جابر أن الله تكلم وأن أباه سمع وأن الله رد على الله، قال أن تردني إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل، فلما علم أنه لا حاجة له تركه. ولذلك الصحابة جميعا حاضر لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، يقول عبدي أتذكر ذنب كذا وما كذا، والصحابة في ذلك يسلمون تسليما تاما، وعلى إثر ذلك يعتقدون، وعلى إثر ذلك يعتقدون. هذه مسألة من الأهمام كده. لماذا أجلست هنا؟ قم لأنه أصلا الظهر ما قم عشان ظهرك يا أجل. ماشي، فلما يستدلون؟ لما يعترضون هؤلاء؟ لم يسلموا لما جاء عن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل، علي صوت. نعم، كلاما وموسى سمعه وكلم الله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما قال هي خمس وهي خمسون، فحدث الكلام. فلما سمع جابر بأنه كلم أباه بصوت وبحرف كفاحا اعتقد، على إثر ذلك اعتقد إن الله كلم أباك كفاحا، وأيضا قال ما منكم أحد إلا يكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فسلموا جميعا، سلموا جميعا. فالاعتقاد يكون بعد على إثر الدليل، وهذا التحرر، تبقى هكذا فإذا أتك الدليل رتبت عليه اعتقادك. ده السلف يستدلون ثم يعتقدون، وأما الخلف يعتقدون ثم يستدلون. أقول كما قال فضيلة الشيخ أبو رزين عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو يضحك ربنا أنا ما أعلم، أو ما أعلم هل في ضحك أم لا، أو يضحك ربنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يضحك. جاء الأثر، حدث الاعتقاد، على إثره بدأ التعبد، على إثره بدأ التعبد. لذلك شوف انظر ايش اللي بيحدث هذا، سبحان ربي العظيم. القوم يعني يضيعون كل شيء فيه لذة إيمان، ذاك الأشعرة من أضيع الناس في لذة، وأضيع منهم المعتزل في مسائل لذة الإيمان بالتعرف على ربنا الرحمن. قال يضحك إذن ثبت إذن اعتقد، بعد ما اعتقد على إثر ذلك تعبد. قال وما الذي يضحك الرب؟ يبقى بيضحك، يبقى إذن في أسباب. فهم هنا بقى الفهم ده اللي هياتي علينا أننا تكلمنا كثيرا على هذه الأبواب.
رد معك يا أبا كريم، أبا البراء. ماشي كريم، ننتظرك، نتشرف بك. لا ما في شيء أن يقول، أن يقول كفاحا، يعني معنى كفاحا في اللغة معناها إيه؟ ليس بينه وبين الترجمان وجه لوجه، ليس بينه وبين الترجمان. لكن لو قلت وجه لوجه يعني الله قبل وجهي، ما في شيء. لو قلت الله قبل وجهي ما في شيء. إذا قلت الله قبل وجهي ما في شيء، وأنت بتخبر على أنه يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان. ويمكن أن نتحاشى ذلك، نقول كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، نتحاشى هذه بحيث أن المسألة تكون يعني أقرب إلى التسليم التام للنصوص. فقال أبو رزين عليه ذلك: ما الذي يضحك الرب؟ عشان تعلم أن فهم السلف هو الأدق. علموا وفرقوا بين الصفات الذاتية والصفات الإيه؟ الفعلية. فهم علموا أن الضحك هذا ليس على الديمومة، يعني لا يتصف الله به على الديمومة، لا، لأنه علق الله بالإيه؟ بالأسباب، بالمشيئة، بالإرادة. نعم، هي متعلقة بالإرادة، متعلقة بالمشيئة، ليس كالعلم أو القدرة أو السمع والبصر. إن أراد ضحك وإن أراد لم يضحك، ولا يضحك ربنا إلا إذا جاء سبب الضحك، لأن هذه من تمام حكمة الله جل في علاه. لذلك قال له: وما الذي يضحك الرب؟ ما الأسباب التي أخذت بها ضحك ربنا جل في علاه؟ وما الذي يضحك الرب؟ قال: أن تخلع اللأمة، وأن تدخل مساحة الوغى، وأن أن تقتل مقبلا غير مدبر. قال: هذا الذي يضحك الرب؟ قال: نعم. فخلع اللأمة ودخل مساحة الوغى. فإذا هذه مسألة من الأهمية بمكان، أنهم يعتقدون ثم أنهم يستدلون ثم يعتقدون، يستدلون ثم يعتقدون. طالما جاء النص وجاءت الآية وجاء الأثر أو الإجماع على مسألة، تراهم يسارعون في اعتقاد هذا الباب، يسارعون في اعتقاده. وطبعا لابد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمر، يعني أنت الذي يعتقد على إثر الدليل، هذا مؤتسب النبي. تعرف واحد يأتيني بدليل على ذلك؟ ممتاز. لكن أنا أريد التخصيص في هذا الباب. المسألة كيف؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عشان تفعل مثله ما اعتقد إلا بعد على إثر ما ثبت له الدليل. النبي لم يرى الله يضحك، لكن جاءه الوحي أن الله ضحك. ثبت عنده بالدليل ولا ما ثبت؟ ثبت. وإيش فعل؟ ضحك. على إثر ذلك ضحك. فنحن نفس الأمر، يعني نقول الآن ثبت الدليل سنفعل ما يفعله. علي بن أبي طالب ضحك، ولما سئل قال: ضحك النبي من ضحك الله جل في علاه. فواجب علينا أن نفهم هذا الباب، أن الأصل في اعتقاد السلف هو وجود الدليل، وعلى إثر ذلك يبدأ الاعتقاد. يبقى هم يستدلون ثم يعتقدون، يستدلون ثم يعتقدون. لما جاء اليهودي يقول له على ذه وذه 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 على الأصابع، النبي كان قد قال: فوضع يده في على صدري حتى وجدت بردة أنامله. انتهى. وطبعا رؤى الأنبياء حق، فيبقى إذا هذه رؤية حق، على إثرها يكون الاعتقاد، وعلى إثرها هو أقر اليهودي لما قال له: إن الله تعالى يحمل الثرى على ذه، ويحمل الجبال على ذه، ويحمل الأنهار على ذه، إلى آخر الحديث. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقرا لليهودي انه فاهم ذلك. يبقى ده من اصول السلف الاعتقاد بعد الاستدلال. من اصول الخلف انهم يعتقدون ثم يستدلون. عندما ياتون الى القدره ويؤولونها ويحرفونها، عندما ياتون الى المحبه يحرفونها، عندما ياتون الى النزول يحرفونه، عندما ياتون كل الصفات الخبريه، كل الصفات الفعليه مؤوله عندهم في هذا الباب، والتاويل على ما يوافق كلام المتكلمين. حملوا كلام الرب على تفكير العبد وشهاده العبد. يعني جعلوا العبد هو المقياس لكلام الرب لا العكس، وعلى إثره يعتقدون. والعجب عجاب هؤلاء يخرفون في هذا الباب ويقولون بالتقليد في الفروع، يعني يقولون بلزوم الاجتهاد في الاعتقاد وبالتقليد في الفروع. فلذلك نقول البون شاسع والفرق واسع بين أصول السلف وأصول الخلف. أصول السلف يعتقدون
بعد الاستدلال، يعني يستدلون ثم يعتقدون، وأصول خلف يستدلون ثم يعتقدون، ومع ذلك أنه الاعتقاد على هوى النفس، اعتقادهم على هوى النفس. وهذه المصيبة التي وقعوا فيها، حكموا على الله، وهذا لازم فعلهم، حكموا على الله وحكموا العقل على الله، قالوا لا يليق بالله أن يكون له يد، لأن اليد فيها مشابهة ومماثلة، والله تعالى منزع عن إيش. قالوا الله ليس له مكان أحد ولا الحد، وبعد ذلك يقول لك المحل للحدوث، كل التخريف الفلسفية التي تأثروا بها، حكموا بعقولهم على الله، حكموا العقول على الله جل في علاه، على صفات الله جل في علاه، وحكموا العقول فيما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا قلنا بأن السلف اعتقدوا بعد الاستدلال سواء كان من الكتاب أو السنة والإجماع، عقيدة أصول اعتقاد السلف، مدارك الاعتقاد عندهم الكتاب السنة والإجماع، وقلنا الكتاب لأنه وحي والسنة وحي وبين ذلك، وأما الإجماع لأنه في معنى النص، ولأنه ليس في معنى النص فقط خطأ، لأننا نقول بالقياس في هذا، القياس بين الله وبين عباده قياس شمولي، ليس القياس الشمولي، قياس الإيش الأولوي، القياس الأولوي. لذلك نحن نقول بأن الله جل في علاه أثبت صفات في الكتاب لابد من إثباتها، كتاب سنة نص، والنص والإجماع لابد له من نص، لابد له من نص في هذا الباب، ولا مدخل للقياس بحال من الأحوال إلا القياس الأولوي كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أما الخلف فإنهم يقولون بالكتاب على هوى المتكلمين، يعني قلت لهم تعالوا ننظر في أسماء الله وصفات الله، من وين تأتون؟ يقولون من الكتاب، وطب الله جعل قال تجري بعيوننا، لما حولتموها إلى الكلاء والماء والعناية والرعاية اللي هي لازم الصفة، ونحن أسعد منكم أثبتنا الصفة أثبتنا أيضا إيش، ما هو لا يمكن تكون في صفة إلا ولها إيه أثر اللي هو لازمها. أقول محمد كريم، وش لازم بهذه الصفة؟ أنه لا يمكن يكف عن العطاء، كل ما يجد أحد يعطيه، كل ما هكذا صحيح ولا لا؟ يبقى أنا ما يعني لابد إذا تكلمت عن لازم الصفة أولى بي أن أنا أثبت إيش الصفة نفسها، صحيح؟ فلذلك أنا أقول لهم بما أولتم، لما فعلتم ذلك، ما الداعي لهذا؟ يبقى يأخذون الكتاب على هوى المتكلمين، هذه أول وحي هو وأول جناية على كتاب الله جل في علاه، دي أول جناية على كتاب الله جل في علاه، ولا يمكن أن يفهموا آية من الآيات إلا على إثر كلام المتكلمين فيها. وهذه شبهت أدور بقى عليكم جميعا، شبهت إيش؟ فعل الكتاب حقيقة نتكلم على أهل الإسلام، فعل الكتاب أصل لهم كما قال صلى الله عليه وسلم حذر الخزة بالخزة، هو أصلا فعل الرافض، فالرافض قالوا كتاب الله لا يعلم إلا من الإمام، محدش يعلم عنه أي شيء، ولذلك يقولون بأن الكتاب آيات الكتاب هذا الكتاب المكتوب، وأم ده قرآن، القرآن الصامت، وعلي بن أبي طالب هو القرآن الناطق، فلذلك هم لا يعولون كل شيء على الإمام، نفس الأمر يعولون كل شيء على المتكلمين، ما قالوا فيه هو القول في هذا الباب، وحكموا المتكلمين وعقول المتكلمين على كتاب رب العالمين سبحانه وجل في علاه. الثاني أتوا إلى الأحاديث والأثار والسنن فاختزلوها، وهذه بقى أم الطوام اللي احنا عايشين فيه، وأنا بتكلم بذلك لخطورة المسألة، الخطورة أنني سمعت أن هناك من يقول لا أحد لا في أحكام ولا في إيه ولا في عقائد، هذا معناه أنه قال لا دين إسلامي، كلمة لا 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 أحد في عقائد وأحكام معناها لا دين لا إسلام، الترجمة الحرفية لها، هذه الترجمة الحرفية لها، عندما تقول لا أحد في العقائد ولا في الأحكام، وده طبعا مخالفة لإجماع المتقدمين حتى الأشاعرة، حتى الأشاعرة لا يقولون بذلك، حتى الأشاعرة اللي هم أصحاب الجناية الأولى لا يقولون بذلك، يقولون يؤخذ بأحاديث الأحاد في الأحكام، فمن قال بأنه لا أحد لا في العقائد ولا في الأحكام، هذه الكلمة تساوي لا إسلام، هذه كلمة تساوي لا إسلام، هذا طمس للرسالة. وش الأحاديث المتواترة التي تأتينا؟ 100؟ 200؟ كم الأحاديث المتواترة التي تأتي؟
وبعدين ما الذي فرق، ما الذي يفرق بين المتواتر وبين احد؟ عندنا عموم الادله التي تامر باخذ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت السند، ما تقوليش بقى طب ما احتماليه الكذب موجوده، نعم. احتماليه النسيان موجوده، نعم. احتماليه الوهم موجوده، نعم. واحتماليه انك مجنون موجوده، نعم. واحتماليه ان انت امك مش امك، نعم. احتماليه ابوك مش ابوك، نعم. مش احتماليه وارده، صح. ليه ما بقى انت قلت ان انت زيد بن عبيد؟ جبت منين بقى ما احتماليه ان عبيد ده مش ابوك؟ الاحتماليه موجوده ولا غير موجوده؟ ها، طب ليه ما تقول للناس انا زيد بن عبيد وتطلع تقول انا زيد بن عبيد؟ لا، هيقول ابويا جوز امي، ان ابي تزوج امي والعرس كهي. انا عندنا صور فوتوغرافيه ليست حرام خلاف الشيخ محمد، وهو طلعها والعرس ممتاز. من الذي قال ان في الليله اللي جامع فيها ابوك امك انت تخص صبة البويضه؟ ده حقيقه الامر والله. فانا اقول ايه ومو اهو لا. يعني ده حقيقه والله. انتوا بتبتسموا والله هذا الحق. انت تقول نعم العرس هو العرس، تاكدنا تواتر تواتر، مفيش تواتر خالص عنه ماشي. لا ده المعازيم كانوا كثير، طيب ممتاز. هو لما ولدته فين؟ ولدته في المستشفى. بعد ولدته في المستشفى الطبيب قال لابد يوم وليله يكون في الحضانه، بدلوه في الحضانه. يبقى انت مش زيد وابوك مش عبيد، صح كده؟ انت نمير بن فهيد، دي هي جات. فنقول الله سبحانه رب العظيم، ما الذي يحدث؟ يعني لابد اقول احتماليه وارده وارده. نحن ناخذ بالظنون اللي هي غلبه الظن. ولذلك فقهاء نبلاء قالوا وفي المسائل المظنه تنزل منزله المئنه، يعاملنا ربنا بذلك. فهذه المساله من الاهميه مكان القول بان احاديث الاحاد لا يؤخذ بها، دي معناها لا اسلام، هدم الاسلام كاملا. ولان هذه الاحاديث الاحاد هي المبينه للكتاب، بل وهذه الاحاديث الاحاد هي التي يعتقدها الصحابه، وكان اعتقاد الصحابه على اثر كلام النبي ترون ربكم. حديث سؤال القبر، الصحابه اعتقدوا ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم، والروح الذي يأتي من السماء. فالمسألة هنا مسألة عظيمة، سنبين هذه المسألة بإذن الله تعالى. يبقى إذن في الكتاب بينا جناياتهم على الكتاب. طبعا تعلمون كثيرا في هذا الباب، أن الجناية على الكتاب كثيرة جدا. قال كل شيء هالك إلا وجه. قال وجه إيش؟ الرحمة، إرادة الثواب، صح كده؟ أو الذات عند المعتزلة، حتى أصلا في النفس بعض أهل السنة والجماعة قال بأن الذات، وأخطأ في ذلك منهم ابن تيمية، أخطأ في ذلك ولم يثبت لله نفسه. وأنا أخذ بكلام ابن خزيمة أنه أثبت لله نفسه، إثبات لله نفسه هو الصحيح، هو الذي عليه تقعيد أهل السنة والجماعة. لكن المسألة فيها إيه؟ مسوغات قوية، ومع ذلك نخطئ بالمسوغات. فجناية على الكتاب بإحالتها عن ظاهرها، الجناية على السنة وهي أعظم جناية بقى الآن. الجناية على السنة هي أعظم جناية الآن، وهي أنهم قالوا أحاديث الأحاد يأخذ فيها في الاعتقادات. حتى الأشاعرة لم يقولوا بالحديث الأحاد تنحى عن الأحكام، وإلا فين الأحكام بعد كده؟ إيه الأحكام؟ منين هناخذ الأحكام أصلا؟ 100 حديث؟ المسألة خطيرة. لذلك نحن نتكلم في هذا الباب، هذه المسألة. المتكلمون يرون بأن أحاديث الأحاد ليست حجة في العقاد، يسقطون السنة النبوية من حساباتهم في مادة الاعتقاد. يقولون الحجة عندهم في المتواتر، ولأن المتواتر قطعي والأحاد ظن. سنأتي عليهم أيضا في القطع والظن، لكننا نريد نؤسس أساسا في هذا الباب أن هذا من كلام المتخلفين، أقصد المتأخرين، آسف، من كلام المتأخرين الذين تخلفوا عن الركب الأول. وإن قلت متخلفين قصدت بذلك تخلفوا عن الركب الأول. هؤلاء المتأخرون متخلفون عن الركب الأول، فيقولون بأن حديث الأحاد ليس بحجة في المعتقد، وابتدعوا في دين الله بقولهم هذا. وابتدعوا في دين الله جل في علاه بقولهم هذا. نقول لهم أنتم ونحن والحجر والشجر والعصافير حتى قد تقر لنا بأن الله جل وعلا لما أسس مدحا للصحابة، ثم من بعدهم
حقبة وبعدهم حقبة، وانتهى لبيان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك عندما قال كنتم خير أمة للناس. كان خير الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هكذا. فلذلك نحن نقول بأن هؤلاء قرون الخيرية الأولى لم نرى أحد منهم فرق بين متواتر وبين أحد. هم يقولون صح الحديث، إذن العقيدة تأتي على إثر، على إثر، ما في تفريق بين أحد وبين قطعي. ولذلك الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله تعالى وإن تطيعوه، تطيعوه في إيش؟ في أحد ولا متواتر؟ في كل شيء. وإن تطيعوه تهتدوا، لأن الحذف المعمول يؤذن بإيش؟ بالعموم. وإن تطيعوه تهتدوا. نعم، هم قالوا لا عندنا، قالوا لا إلا في علاه، يتبعون إلى الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. شوف بقى التلبيس على الناس، قالوا يتبعون إلى الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وش نقول بقى نحن؟ ممتاز، نقول أن نؤسس أساسا أن الشرع والذي جاء أن نأخذ بإيش؟ بالظن. صحيح، ده عند التنزل عندهم أن نقول لاستدلالهم صحيح، استدلالهم أصلا باطل، المقدمة مردودة أصالة. ده الإجابة، هذه تعتبر الإجابة المرتبة ثانيا على التنزل معهم أصلا في قول الله تعالى يتبعون إلا الظن. الظن هنا والشك، الظن هو المرجوح، الظن هو المقصود به، الظن المرجوح. ونحن لا نقول بذلك، لا نقول أننا نعمل بالظن المرجوح، نحن ما نعمل إلا بالظن الراجح. فالظن المذموم هنا والظن المرجوح أصلا يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا على الظن المرجوح، ونحن نأخذ بالظن الراجح ردا عليهم في هذا، في هذا الباب. المحصلة في هذا الباب أن مسألة الاعتقاد أو غير الاعتقاد يؤخذ بحديث الأحاد، وإن تطيعوه تهتدوا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك عقيدة وإيش؟ وعملا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت وسلم متسلم. لذلك هؤلاء أصحاب السفسطة الفلسفة والمناطقة نقول لهم تعالوا، قد قال رسول الله، يقول لك والعين والأقرب ومقتضى اللغة والمقتضي والمحتدي، وهو مش فاهم أي شيء، هو عايش مش فاهم حتى في اللغة وفي الأصول ضعيف، يحفظ بعض كالذين يحملون القرب ويوصلونها للشرب، هو ده اللي بيفعلوه، مش فاهمين أي شيء لو طبقوه عمليا. لذلك أكثر من يتعلم الأصول على هذه الطريقة لا تراه يطبق حرفا واحدا من الأصول، مش فاهم أي شيء، يأتي المسائل الفقهية يقول له طبق الأصول اللي عندك في هذه المسائل الفقهية، انتهى. يقول لقد قال ابن كذا وابن كذا وابن كذا وابن كذا، بعد ذلك وانتهى الموضوع، حافظ النص اللي هو هيتكلم به عقلا وانتهى، وما ما يعرف شيء، حتى ما يعرف كيف تطبيقه علميا وعمليا، ما في تمرس علم، ما في تمرس العلم، ما في. فنقول له الآن ما تقول لي يمين وشمال ولا تذهب يمين وشمال، قلت لك قال رسول الله، تريد الآن أن تبين فهم كلام النبي، أنا أوافق على ما تقول، أوافق، أنا لا أفهم كلام النبي وأنت لا تفهم كلام النبي، المحاججة هنا عند من الذي يفهم كلام النبي لأخذ به؟ دلوني على ذلك، من الذي يفهم كلام النبي لنأخذ به؟ من؟ الذين ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على يده، صح؟ نقول له هات أثارة من أتيني بأثارة من العلم عن الصحابة أنهم قالوا ذلك، يبهتون، هي لحظة واحدة يخرون موتى، موتى، ويقعد ساعة يعمي على الناس والمنطق وقد قال والفلسفة ويتكلم بكلام الفلاسفة، ومنهم اللي يجلس بقى يقول لك والأسلوب الرائع في الفصاحة والبلاغة. يا ابن أنا بتكلم على علم الآن، دعك الآن من العروض ودعك من الفصاحة والبلاغة، لا، يعني العلماء اتفقوا على أنه لا يشترط في العالم المجتهد أن يكون فصيحا بليغا، بل أكثر الفقهاء يقولون العي صاحبه، ما في مشاكل. يعني نتكلم دلوقتي على علم، على العلم، ائتنا بما عندك من العلم، ما في. لذلك لا تنبهر بخطيب مفوه، لا تنبهر برجل منمق الكلام حفظه بيتكلم به، ما تراه الا ضعيفا في باب العلم. لذلك اقول اخوتي الكرام في هذا الباب ما في. طالما في الدرس ما احد يستأذن عن شيء ابدا. والعجيب العجب أن كما قالت حتى الأخت الفاضلة أمنة هذه، العجب العجاب أن الصحابة يأخذون حديث الأحاد، لأن أخذوها من مين؟ والنبي أخذوا من مين؟ من جبريل واحد، عجب عجاب. فلذلك يعني نقول أولا إذا قالوا أن الظن يغني من الحق شيئا، قلنا نعم الشك لا يغني من الحق إيش؟ شيئا. الظن المرجوح لا يغني من الحق شيئا في هذا الباب. فنقول إخوتي الكرام نراعي مسألة
أحاديث الأحد، حديث الأحد حجة في الاعتقاد وحجة في الأعمال. حديث الأحد لا تفريق بينهما في الأعمال ولا في لا في الفروع ولا في الأصول. وأما قولهم بأننا لا نعتقد إلا بحديث المتواتر، هذا قول بدعة، بدعة، والبدعة باطلة على صاحبه. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، فقد أحدث في ديننا هذا ما ليس منه. ولم نجد من الصحابة من قال بذلك، ولا من التابعين ولا من تابعي التابعين، فقد ابتدعوا وأحدثوا هذا القول. فيرد عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني أعجب العجب أن نرى بأن هذا الكلام الذي يقال منهم نقول لهم من قال به؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشرة، أصحاب بدر، أصحاب بيعة الرضوان، لا لا لا، العبادين الأربعة، أحد قال بهذا الكلام في التفريق بين أحاديث الأحد وحديث التواتر؟ لا، ما أحد. سعيد بن المسيب، أبو عبد الرحمن بن سالم بن عوف، سالم بن عبد الله، عبيدة بن عتبة، بن يسار، هل أحد منهم قال بذلك؟ لا. طب هات لنا الشافعي ومالك، ها؟ ما هو هم جميعا ياخذون بكل الاحاديث ثبت انتهى. انا اتكلم الشافعي، مالك، احمد، ابو حنيفه، ائتوني بواحد قال بذلك، ائتوني بواحد قال بذلك. فانتم ابتدعتم في دين الله جل وعلا بقولكم لا ناخذ احاديث الاحاد في العقائد، بدعه، ضلاله، حدث في الدين. وقد قال سيد المرسلين من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. اياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة. وليس فارق بين الاعتقاد والعمل، والاعتقاد وازع للعمل، بينهما تلازم لا ينفكان بحال من الأحوال. وحقيقة الأمر أن هذا القول في التفريق بين الأحاد وبين المتواتر قول محدث، وقد ورد النص بأسانيد صحيحة عن أئمتنا. أنا الآن سأجن، يقلدون وبعد ذلك يضربون عود الحائط. النص جاء عن الشافعي، مالك، نعم، عمنا أحمد، وأصحاب أبي حنيفة، وأيضا داود الظاهري وابن حزم، الجميع اتفقوا على أنه لا فرق بين الأحاد وبين المتواتر. فالأحاد يوجب العلم كما يوجب العمل، أن حديث الأحاد إذا ثبت يوجب العلم كما يوجب العمل. وإن كان البعض يرون بأن مسألة الإيجاب في هذا الباب على أنه يعني له قرائن من قرائن القبول، وهذا أيضا ليس شرطا. ابن حجر رجح ذلك أنه لو كانت له قرائن كفي الصحيحين وتلقته الأمة بالقبول أوجب العمل. نحن نقول الأحد بذاته يوجب العمل، يوجب العلم، يوجب العلم، الأحد بذاته يوجب العلم. وهذا نص جاء عن الشافعي وعن مالك وعن أيضا أصحاب أبي حنيفة وابن حزم، وايضا الحارث ابن اسد المحاسبي، وان كان فيه كلام على ما تكلم فيه احمد، لكن تكلم انه قال ايضا احاديث الاحاد تؤخذ في العقائد. والكرابيسي ايضا قال ابن خزمنداد في كتاب اصول الفقه من المالكيه، وقد ذكر خبر الواحد الذي يروي الا الواحد او اثنان، يقع بهذا الضرب ايضا العلم الضروري. قال ويقع بهذا الضرب ايضا العلم الضروري، يعني يوجب العلم كما يوجب العمل. نص على ذلك مالك، وقال أحمد في حديث الرؤية تعلم أنها حق ونقطع على العلم بها. والقاضي أبو يعلى طبعا في كتاب العدة، هذا من أمتع كتب الحنابلة في الأصول، ومستقى كثير منه فيها الشافعية، لكن من أمتع كتب الحنابلة في الأصول، أربعة أجزاء، العدة للقاضي أبو يعلى. قال خبر واحد يوجب العلم إذا صح سنده ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول. يبقى إذن هو اشترط فيه شروط، شرط متفق عليه، وش هو؟ إثبات السند. ونحن نقول بذلك إذا ثبت السند على إثره لابد من الاعتقاد والتعبد. الأصل إذا ثبت السند، هذا الأهم. قال الشرط الثاني تلقته الأمة بالقبول، وهذا الذي قاله كثير من المتأخرين، والحافظ ابن حجر رجح ذلك، يقول أن حديث الأحاد يورب العلم إذا تلقته الأمة بالقبول. على قال وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقاه الأمة، إن لم تتلقاه الأمة بالقبول، وهذا صحيح. حديث الأحاد يورب العلم بذاته كما يوجب العمل ما دام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن تعبدنا الله في جميع أكثر الأحكام بغلبة الظن، وعلماءنا ينزلون المظنة منزلة المئنة. هل المهم ثبت السند ولا ما ثبت؟ هذا هو.
وأدلة الآحاد سنأتي بها كثيرا يعني. قال القاضي: والمذهب على ما حكيت لا غير. وقال بذلك أبو إسحاق الشيرازي في 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 أمتع الكتب التي ألفها في الأصول، اللمع للشيرازي والتبصرة. قال في الشارع والخبر الواحد: إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العمل والعلم، أو يوجب العلم والعمل، سواء عامل به الكل أو البعض، وليس فيه نزاع بين أصحاب الشافعي. وأيضا هذا حكى هذا القول القاضي عبد الوهاب من المالكية عن جماعة من الفقهاء، وذكر أبو بكر الرازي في كتاب المحصول، كتاب أصول الفقه له، بأن حديث الأحد يوجب العلم، وهم ينقلون كذبا أن إجماع الأصوليين أن الحديث الأحد لا يوجب العلم. هؤلاء الأصوليون من شتى الأئمة المذاهب الأربعة يقولون بأن حديث الأحد يوجب العلم كما يوجب العمل. نعم. أما الأدلة عليه فكثيرة جدا، الأدلة عليه فكثيرة جدا. قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا عليهم. هذه الآية بالذات آية من الأهمية بمكان في الاستدلال بها. لما؟ لأنه قال: فلولا نفر من كل أمة فرقة، فلولا نفر من كل أمة منهم فرقة، من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الطائفة من واحد لسبعة، يعني لو واحد هو يتفقه في الدين وعلم الناس جميعا يؤخذ به وهو حجة. طبعا هيعلمه مش اولى ما يعلمه مش الاعتقاد، يعلمه العقائد والاعمال. وقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه معناها إذا جاءكم عدل فخذوا اعملوا لا تتبينوا، مفهوم مخالفة. فاسق واحد ولا أمة؟ واحد. فهنا مفهوم مخالفة إن جاءكم واحد عدل فتبينوا، فلا تتبينوا، خذوا منه. وقد أرسل الرسول والله الرسل إلى أقوامهم إيش؟ جماعات ولا أحادة؟ هو رسول واحد اللي بيأتيهم وأتي بالمعجزة وأتي بذلك. إذن أيضا قال: وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا. كل نبي وحده بمفرده يأتي للقوم داعيا. ما أحد أنكر، ما في حتى كفار الجاهلية ما قالوا في التفريق والأحد الطاهد، يعني ما قالوا: لا إحنا مجموعة تأتينا حتى نتأكد أنك مرسل. يبقى مجموعة تأتي من عند قبل الله عشان نعلم أن الله أرسلكم. حتى أهل الجاهلية ما فعلوا ذلك. والله مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. ده لازم قولهم، طبعا لازم قولهم انه المشركين لهم الحجة على الله جل وعلا. سيقولون: لما لم ترسل لنا ايش جماعة يستحيل تعاطيهم على الكذب، ارسلت لنا احد ولا ناخذ بالواحد ده. والله جل وعلا يقول بالتحقيق بقى في 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 مسألة المترتب عليه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسولا رسولا. ها قال لا، ده هم بقى المشركون قالوا لما ارادوا ان يرفعوا قالوا: لولا ارسلت علينا ايش رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. ما انا حبيبك اتى مين؟ امير القوم. لما تاخرت ومن اين اتاك هذا الظن؟ مع ان انا بقى من ثلاث اسابيع بسافر، من ثلاث اسابيع بسافر، دي معناها ان هي متوتره، دي معناها ان انت ثلاث اسابيع متغيب او انك واهم. تفضل، اين كريمكم؟ وعمال يبعث رساله: انا في الطريق. في الطريق هو جاي من بورسعيد عن طريق البحر الاسود. ما تشوف. فانظر اخي الكريم كيف التقدم بين يدي الله ورسوله. قال الثالث احد، فعززنا بثالث احد. لما قال عمر الخطاب قال: اتيني باخر احد، احد عشر تسع احد، ما في اي شيء متواتر. يستديرون احد كما سياتي في ترتيب الادله على الاحاد. ثم بعد ذلك نبين التاصيل العام عند اهل السنه والجماعه ان الفهم
الذي لابد أن نأخذ به هو فهم السلف. صاحب الحقيقة لما شددت عليه كنت أنا من طريقة الكلام بيني وبينه أقول له القاعدة عند العلماء كذا، توافق أم تخالف فتناقش. كلمة تناقش هذه كانت تتعبه جدا، فأقول وافق وافق، لكن يجي يستدرك يقول له لك يقول لك ليس على يقول ليس على فهمك أنت. قلت له أنا ما أنا أقول لي فهم، لا على فهم السلف، فيسكت ما ينطق. فالآن أصلاً نبين أصلاً حديث الأحد والبدعة المميتة التي جاءت عنهم وقالوا ما في شيء اسمه حديث أحد في العقائد، خربوا الدنيا، خربوا اعتقادهم في الله جل في علاه، وحكموا عقولهم عقول المتكلمين في كلام الله وكلام الرسول، ويقولون نحن أكثر الناس وأكثر أكثر الناس إيش؟ هل كثر كثيرة مزموم؟ يلا خليكم أكثر كثر كثيرة مزموم، زمها الله جل في علاه. نعم أكثر إيه؟ أكثر سكان السرية والمريخ، أكثر سكان القمر اللي مش عارفين حد طلع له ولا لا، أشعر ماشي. الناس في هذا الباب تحتاج إلى بصيرة، الأمر اعتقاد، الأمر في الكلام على الله، الأمر ليس بالهين. نعم. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل الرسل إلى المقوقس، إلى كسرى، إلى قيس واحد، يعني النصارى عندهم علم، المقوقس عنده علم، كسرى المتعجرف عنده علم، ملوك الحبش عندهم علم، لأنهم ما قالوا يا ابني كيف يرسلنا إيه؟ يرسل لنا رجلا واحدا، ائتونا بمجموعة حتى نقول أنه أرسلكم، وارتادوا بالأحباب بواحد هو الذي يدعوهم لإيه؟ يدعوهم لإيه؟ ده إلى أصل أهم الاعتقاد، قضية الكون الكبرى، قضية الكون الكبرى واحد بيتكلم عنها. لما أهل اليمن جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ائتنا بمن يعلمنا السنة، قال سأبعث معكم أمين، سأبعث معكم أمينا حق أمين، أمين هذه الأمة هو أبو عبيدة بن جراح. بعث أبو موسى الأشعري، ثم بعث بعد ذلك معاذا، أردفه بمعاذ يعلمه ويدعوه إلى الله جل وعلا. بعث عليا قاضيا بينهم، واحد والجميع يقبلون، يصلون لبيت المقدس، تنزل الآيات بتحويل الآيات إلى بتحويل القبلة إلى الكعبة، فيأتي الصارخ يسرى يقول صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يستدرون جميعا ويتمون الصلاة. كل هذه أي أحاديث؟ أحاديث إيش؟ أحاديث أحد. قال الشافعي في ثبوت خبر الأحد في العقيدة، في قال الشافعي أحاديث في خبر الواحد، قال أحاديث يكفي بعض هذا، منها لم يزل سبيل السلف الصالح والقرون ممن بعدهم أيضا ومن بعدهم أيضا إلى من شاهدناه هذا السبيل. إيش هو السبيل؟ قبول حديث الأحد. هذا شو ما في؟ أين هم الشافعي يا عم الناظر بسرعة؟ الرازي الأصولي يقول بقول نفسه. شو أنا لا أفهم، أنتم تدعون التمذهب على كده بقى، تدعونهم ما هو إمامكم أهو، كيف تخلفتم عنهم؟ ما هذا الذي نريد نفهمه، هي المسألة كلها الفلاسفة والقرامطة الذين تخرجوا على جهل وهم تأثروا به، هذا هو أصل الحقيقة، هذا الحقيقة في هذا، الحقيقة في هذا أصلا. فإن لله وإن إليه راجعون، تخريب عقائد الناس بهذه الطريقة وبهذه السهولة واليسر، والناس كعصيب النحل يسمعون، وذلك يطلعون طلعوا ببدعة التمذهب من أجل تخريب العقائد وطمس الحديث والسنة وطمس هذا هو. فهذا أمر مدروس تعب عليه جدا ودفع عليه وخربه الله عليه بشخص يتكلم في الحقيقة فقط، يظهر الحقيقة فقط بالدليل. كل العروش تتهدم، كل البيوت تتهدم، ما في لماذا؟ لأن الحق حقا يتبع، الحق أبلج والباطل أجلج. فالحاصل بأن هذه كل هذه أدلة الشافعي للصحابة ثم من بعدهم ثم من جاء بعدهم من الأئمة الأربعة، كلهم يقولون بأن حديث الأحد يأخذ بها في العقائد وفي العلم والعمل، يعني يوجب العلم والعمل. وقال أيضا لما أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت بأن ذلك موجود على 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 كلهم، يعني يأخذون به في كل الأحوال، عقيدة وإيش؟ عقيدة وعمل. وفي مقدمة الرسالة الإمام الشافعي يعني أطال النفس في حجية خبر الأحد.
أطال النفس وكل من جاء بعده يأخذ منه، أطال النفس حجيت الأحد. فمعنى أن تخربون على أن تخربوا على الناس أمر عقائدهم وتقولون بأن أحاديث الأحد لا يخل بها. رحمة الله على الإمام، تكلمنا عنه، الإمام أبو عبيدة نسأل الله أن يرحمه وأن يسكنه فسيح الجنات وأن يعلي به الدرجات، اللهم أمين. كما قلت نحن في خطر، كلما مات العالم لا يتلوه عالم، هذه أم المصائب التي نخشى منها. إذن أراد الله تعالى هلاك الأمة، لكن كلما يموت عالم ترى يتلوه عالم اعلم بأن الله تعالى أراد في الأمة الخير. هناك لوازم حجة أيضا على هؤلاء، لوازم باطلة قد لا يلتزمون بها، لكن هو من على إثر كلامه. لازم رد العمل بأحاديث الأحكام، بأحاديث الأحاد في العقائد، يلزم أيضا رده فيش في الأحكام، لأننا سنقول نفرق. أنت فرقت، نفرق على ما فرقت، ما الداعي للتفريق عندك؟ ما الداعي للتفريق عندك؟ ما الدلالة؟ إذا قلت لا نأخذ بأحاديث الأحاد في العقائد، إذا لا تأخذ بها، لازم ذلك لا تأخذ بها في حديث الأحكام. أين الدليل الذي يعتد به على التفريق؟ يعني شوف المصيبة كمان في الفقه، يستدلون بأحاديث ضعيفة وبالأهواء والآراء، ويقدمون الأهواء والآراء على الآثار، ويقدمون أقوال المذهب على الآراء على الآثار. إن لله وإنا إليه راجعون. في الأحكام تقصد؟ ها؟ نعم. ها نعم، دي عقائد، عقائد مش أحكام. ولذلك قلنا لهم أنتم بذلك جهلتم الصحابة لم يقولوا بالتفريق، وجهلتم التابعين لم يقولوا بالتفريق، وجهلتم تابع التابعين، وهذه القرون الخيرية التي قال نص عليها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنتم تصدون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، كأنكم تكذبون بهذا القول، لأن الخيرية خيرية عامة، الخيرية خيرية عامة. ماذا تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟ بلغوا عني ولو آية، هيقول بلغوا، نقول تقع الأحاد تقع على إيش؟ الجماعات، كان على المجموع. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر امرأ، خلينا في الالتباس نزيله، نضر الله امرأ واحد، ولا امرأ هم جمع واحد، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لازم هذا القول الطعن في وحدة الأمة، في الاعتقاد في رب البرية، وأن النبي تركهم على الضلال، سيد البشرية لم يبين لهم صفات رب البرية. لازم ذلك ايضا رد كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت عن الصحابه، كل روايه جاءت عن الصحابه لابد من ردها. ليش؟ لانها احد. شوف هتجد حديث يقول لك وراه ابو موسى انفرد به، راه ابو هريره انفرد به. طيب، وهناك ما يكون وافق ابو هريره ابن عمر او عائشه، وكل ذلك احد. يبقى اذا هذه الاصل فيها رد كل احاديث التي جاءت عن الصحابه. أنا أريد مروحة بعد إذنكم. أعظم من ذلك، كل من قال لا نأخذ بحديث الأحاد في العقائد جهل في علم الحديث، لا يعرفون شيئا عنه، يعني يتكلموا في التفريق وهم يجهلون أصلا هذا العلم. ومن العجب يلزمون الناس التقليد في الفقه ووجوب التمذهب، ثم يلزمون الناس الاجتهاد في
في العقيدة ووجوب الاجتهاد، ولازم يكفر أولا ثم يستدل على الإسلام والتوحيد. وهذا الباب رأيت جنونا مثل هذا الجنون، يلزمون الناس التقليد في الفقه ويلزمونهم أيضا الاجتهاد في العقيدة، الاجتهاد في العقيدة. عجب 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 من هؤلاء. نعم شيء ما سمعت. يجتهدون في العقيدة، تجتهد ما لا تثبت الصفة تؤولها، تجتهد في توحيد الرب جل في علاه. الأستاذ كريم ها تفضل. أستاذ كريم تعالى، أنت كنت جاي منين يا حبيبي؟ أنت من نص ساعة بعت الرسالة على النت، أنا في الطريق موجود. حضرتك كنت تعالى تعالى تعال. كنت بتطير مع الناموس والهاموش والجراد. لا صح عندهم من المقلد، فيلزمونه بالاجتهاد، يلزمونه بالاجتهاد. ده يجتهد، قلت لك يبتدئ بالكفر ثم بعد ذلك ينظر الى مظاهر الربوبيه ليسلم. ها هذا قولهم جميعا. انا اريد احدا ما قال بذلك، منهم من قال تصريحا ومنهم من قال ضمنا. من قال بغير ذلك؟ وش الراجع عندهم؟ ومين اللي قال بغير ذلك؟ هات لي من قال بهذا الكلام. ما في، ده هم يلزمونهم، ده المحققين منهم يقولون بذلك. فحقيقة الأمر هذا لازم من اللوازم التي تلزمهم. والأمر الثاني أنهم يقولون الظن، قلنا كل شيء بالظن يا أخي، وفرق بين الظن الراجح والظن المرجوح. ما تحتج به فهو على الظن المرجوح لا الظن الراجح. حتى محمد أستاذ محمد ضبع أيضا أسرى لنا الأدلة عليهم. يلزمون الناس بتقليد إيه؟ واحد ولا مية؟ واحد. حتى لما ألزموا الناس في فقه ألزموا بأحاده، اعتمدوا الأحد. طبعا هو ممكن يشغب عليك ويقول لك ما في الفقه في العمل لا في العلم، فاهم؟ ده انت في العلم انت طرحت كل شيء وخدت ايه؟ بالاجتهاد. مشكلة والله. ولذلك ابن القيم امتع جدا في الرد عليهم في كتبه، في الرد على الجهمية وعلى غيرهم في مسألة اثبات الصفات بالاحاديث الاحد. وهذا باتفاق الصحابة باتفاق التابعين. وإذا أردت أن تلزمهم أن تلزمهم بما يعتقدون كما قلت لكم، أوقفوهم وسألوهم إذا نزل الميت القبر ماذا يحدث معه؟ إذا قالوا لا يحدث معه شيء كذبوا. إذا قالوا أنا أعتقد شيء هم جهلة في الاعتقاد في هذا الباب، صح. وإذا قالوا يسأل على حديث البراء الطويل قلنا هذه عقيدة أم عمل؟ عقيدة. أثبتموها بإيش؟ بأحد. بأحد تقف معهم تقولون تسألهم تقرون بالشفاعة ولا لا؟ خلينا الشفاعة الكبرى، سيب الشفاعات الأخرى، الشفاعة الكبرى تقرون بها ولا لا؟ إجابتهم نقر بها. طب هذا ثبت بحديث أحد ولا متواتر؟ أنتوا عارفين؟ أحد، بحديث أحد. فلذلك نقول حتى من خير هم مش بيتنادى صاحب البوردة وغيره مش بيتندرون بأن النبي وسيد الخلق أجمعين. أفضلية النبي بما ثبتت، أفضلية النبي على جميع الأنبياء بما ثبتت، وأنتم تثبتونها بما ثبتت بحديث أحد. أنا سيد ولد آدم ولا فخر بالأحد. فضيلة هذه الأمة على الأمم بالأحد. المعجزات المادية أغلبها حديث أحد. طب دي معجزات فيها علامات للنبوة، بأن السلام وضع يده على الإناء فتفجر الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة ثبتت بالأحد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشجرتين أن يأتيا يعني وجمع بينهما، قال انضم
فكانت ساترا للنبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته، ثم امرهما فعاد. هذا ثبت بايش؟ حديث احد. اعلم حجرا يسلم علي كلما مررت عليه. هذا حديث ايش؟ احد. ما الذي تفعلونه؟ كيف الجنايه على الدين بهذه الطريقه؟ كيف الجنايه منكم على الدين بهذه الطريقه؟ القطع بان الزبير في الجنه، بلال في الجنة، عكاشة في الجنة، العشرة المبشرون في الجنة، خيرية بدر يا أخي ثبتت بإيش؟ بالأحد. أنا في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، كلها أحد. قال اذهب، فمن وجدته يقول لا إله إلا الله صادقا من قلبه أو مخلصا من قلبه فبشره بالجنة، ومعه نعل النبي. واحد هو أبو هريرة وعمر ضربوا، قال ليه ما جاش 10 منك ولا 15؟ صح؟ لا ضربوا، قال يعني خلي الناس يعملون. لكن ثبتت ولا ما ثبتت؟ ثبتت. لما استأذن أبو بكر وأبو موسى كان بوابا له على بئر أريس. خالد الله يكرمك. حاضر. بيذكرني يعني. حاضر. قال اذن له وبشره بالجنة، فذهب فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر فاستأذن فقال اذن له وبشره بالجنة، وجلس على شمال النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عثمان قال اذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فجاء لم يرد مكانا فكان مقابلا له. كل ذلك ثبت بايش؟ بأحد. هم يقولون بهذا، هم لا يستطيعون بحال من الأحوال كما قلت أن يفروا من ذلك. الإيمان بأن للنبي حوض ولكل نبي حوض، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم يجري الماء فيه بنهر الكوثر. من وين أتى هذا؟ ثبت بإيش؟ ها؟ ثبت الحديث إيش؟ أحد. لا أحد. النهر الذي يصب فيه، إن أعطيناك الكوثر انتهى. النهر الذي يصب فيه هل متات ولا أحد؟ دهم قالوا مسح الخفين جعلوه من المتواتر. انا اتكلم على افضليه حوض النبي صلى الله عليه وسلم على كل حوض. يعني استجد اصل الحوض متواتر لكنه في افضليه الحوض واكثر واردا، ومساله النهر يصب فيه يكون فيه على الاحد. ولو قلنا متواتر، المهم ان احنا عندنا كثير من الادله التي يعتقدونها ثبوتها في الاحد. ما الذي كتب في اللوح المحفوظ؟ أكل شيء أم بعض الشيء؟ من وين أتينا بهذا؟ حنجد وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر متواتر، لكن الكتابة في اللوح المحفوظ أحد. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة. خروج المهدي ايش هذا؟ يملاها عدلا وقسطا، هذا احد ولا متواتر؟ نزول عيسى في هذا الباب وقتل نزول. احنا ماشيين. وامس طبعا كان حضرتك عندك مشوار مهم. امال احمد قشطة بيدلس؟ لا بس طهور شو وضعه؟ والان بالله هي اللي سمعت قالت له. طيب بالله كيف هي؟ لا الحمد لله. نسأل الله والله ما عشان انت كنت غايب امس ما عرفتش الوقت. نسأل الله ان يحفظها ويشفيها شفاء تاما غير منقوص. الله يتم عليها شفاء، زادك الله حرصها. تفضل شيخ. فنزول عيسى، خروج الدجال، قتل عيسى للدجال، الهرم جدا اذا صحت قراءتها على 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 مسألة الغوطة والمعركة الدامية واقتران أهل الإسلام مع أهل الكفران، ومع ذلك الانفراد. هي الهرم جدا. قال يغدرون الروم، يغدرون ويأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12 ألفا، كله على إيش؟ أحد.
أحد. عروج النبي صلى الله عليه وسلم للسماء وافتراض الصلوات، هذا كله ايش؟ ليه بيصلوا خمس صلوات هم بالله عليك؟ جابوها منين؟ ده اعتقاد اصلا. وبعدها لاننا ممكن نقول كل شيء فيه فرع ساقول الفرع له مسيس ايش؟ عقدي. كل فرع له مسيس عقدي في هذا الباب. فلذلك اتيتم شرا، اتيتم بدعا من القول، احدثتم ما يهدم به الدين. لذلك لما سهلتم على الناس، ونحن لا ناخذ باحاديث الآحاد في العقائد، سهلتم على الناس ان يقولوا ولا في الاحكام ايضا، ما خلصت، ما انتهت. وبذلك عندما يقول لا حديث في الآحاد ولا في العقائد، معناه يقول ايش؟ ولا اسلام. عيش بقى مستنير. الديانه الهيروغليفيه الهلاميه، اشبع النفس اللي هي هتموت على عباده، وخد لك اي شيء واطلع والله يكرمك. هم هو ده المقرب. هم بيعبدوا الفار ليه؟ لان الفار مش هيقول افعل ولا تفعل. الفار هو بتدي له جبنه وبتعبده بيمشي خلاص، وفرحان بالجبنه فكروه فرحان بالعباده. وهي المساله كلها اشبع ما في النفس، اشبع ما في النفس، اشبع ما في النفس في هذا الباب، حتى لا تنغص عليه نفسه بالجبلة التي خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم شهدين فاجهلتهم عن دينهم انحرف. فأنت ما تقول لي ما فيش أحاديث أحد الاعتقاد، طيب والآن خرج الذي خرج بعد هذا المرور السنين قال وما فيش كمان أحاديث أحد لإيش في الأحكام، يلا يبقى ما فيش سنة، ما فيش سنة. أنت عندما تقول بهذا معناها أنك تقول لا سنة، لا سنة. وأجمع المحدثون المتقدمون والمتأخرون أن كل ما ثبت عن النبي وجب العلم وجب الأخذ به علما وعملا. وإن كانت المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول لا يؤخذ بحديث الآحاد، لا على إفادة حديث الآحاد العلم. القول الأول لا تفيد العلم. القول الثاني تفيد العلم والعمل. النقيض القول الأول قول المحققين تفيد العلم والعمل. القول الثاني من بعض اهل السنه قالوا تفيد العمل، توجب العمل لكن لا توجب الايش؟ العلم الضروري. والقول الوسط ما رجحه بعض المتاخرين، وانا مع القول الاول ولله الحمد والمنه، والادله عليه بحر كما بينت. القول الثالث الوسط تفصيل رجحه كثير من المتاخرين منهم الحافظ، انه ان تعلقت به القرائن يوجب العلم والعمل. كان يكون في الصحيحين، في احد الصحيحين، هذه من القرائن. لأنه تلقته من الأمة بالقبول، وهذا قول معظم الأصوليين. لكن يقولون أنه يوجب العلم ويوجب الإيش؟ العمل، يوجب العلم والعمل، يوجب العلم والعمل. نعم. وهذا قول كل ما علمنا من الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبه. مذهبه في إيه بقى يا شطار؟ مش ده قول الشافعية؟ الشافعية المتأخرون، يا شافعية ننادي على المتأخرين من الشافعية، أين أنتم؟ إمامكم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، أنا أحجكم به عقيدة وإيش؟ وفقا وفرعا. إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا إمامكم قال بذلك. أي مذهب؟ ها أي مذهب؟ علما أم عملا؟ قصد علما ام عملا؟ على التعميم. يبقى اذا صح الحديث فهو مذهبي علما وايه؟ وعملا واعتقادا اهو الان، وهو اعتقاده ده، هو اعتقد بان الاصابع سب اثبت الشافعي الاصابع لله جل وعلا بحديث النبي صلى وقلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن يخالفها كيف يشاء. احتج بذلك الشافعي تصريحا تنصيصا، يحتج بذلك على ان لله اصابع، وقال بذلك تصريح انه اعتقد بان لا اصابع من حديث. وده كما قلت السلف هو يسلمون الادله ثم للدليل ثم يعتقدون. قال لا اصابع لان النبي قال بذلك واخبر وقال ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. والامام احمد يقول ليس لاحد مع الله ورسوله كلام. رضوانك يا كريم. وعن الإمام مالك قال ما من أحد إلا مأخوذ منه ومردود عليه، كما قال كل يؤخذ من قولي وإيش ويرد إلا صاحب القبر، لابد أن يؤخذ به.
أبو حنيفة قال لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي رأيت ويلزمه بالدليل. فإذا لابد أن نفهم ماذا يبقى لهم تشويشا أخيرا، وهم قالوا جاء الشرع وفرق بين القطع وبين الظن. نقول له هات الدلاء على التفريق. قلنا لأن الشريعة جاءت في عمومها لا تفرق بين مختلفين، ولا تسوي إلا بين متماثلين، والظن غير إيش القطع. قلنا لا، مقدمة مردودة، الظن والقطع سواء، الفرق في تفاوت الرتبة. الظن يوجب العلم والعمل، والقطع يوجب العلم والعمل، والفرق في إيش؟ في الرتبة. ودي أثرت أصوليا في مسألة الناسخ والمنسوخ. ما ننسخ أو ننسيها نأتي بخير منه. قالوا الخيرية هنا في إيش؟ في الرتبة. الخيرية في الرتبة فقط. فنحن نقول أنتم في التفريق بالرتبة، أما في الأثر لا. طيب، والأحكام القطعية قسمان. أحكام قطعية لا يجهلها الحجر والشجر إذا صح التعبير، اللي هي المعلوم من دين بالضرورة، كوجوب صوم رمضان، كوجوب حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه المعلومة دي بالضرورة. ولذلك اتفقت كلمة العلماء أن من أنكر أمرا معلوم من دين بالضرورة أنه يكفر بذلك، ما فيش بقى إقامة حجة وزاد شبهة، ده انتهى الأمر. وهناك من الأحكام القطعية التي لا يعلمها العامة الخاصة، كالجدة السدس لبنت الابن السدس، هذه لا يعلمها إلا الخاصة. فلذلك لا يكفر من أنكرها إن كان جاهلا بها. ثم بعد ذلك نقول لا فرق بين الأحكام الظنية والأحكام القطعية. الأحكام الظنية قسمان أيضا، قسم تلقته الأمة بالقبول، وقسم هو بالعموم، ثبت بالنص، ثبت السند عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول قال المتأخرون وجمهرة الأصوليين يوجب العلم والعمل، الباقي الكلام على حديث الأحاد التي ليست في صحيحين. يعني نقول أيضا هذه الأحاديث توجب العلم والعمل. يبقى لنا إذا أثبتنا هذا وأن حديث الأحكام حديث الأحاد حجة، كيف فهم السلف ونقدم من؟ هذه بقى قاسمة الظهر في الدرس القادم إن شاء الله، قاسمة الظهر في الدرس القادم. لما تأخرت؟ أنا عارف أنت تعلم أنه كان الساعة 3 ولا ما تعلم؟ الخطأ مني أنا كده، فأعتذر للإخوة وأعوذ بالله أن أضيع عليهم أمر هو من الأهمية مكان. وصوا الإخوة اسمعوا المحاضرة، وجوبا لازم سماع المحاضرة. يبقى لنا إذا هدمنا لهم عرش التفريق بين القطع وبين الظني وبين الأحاد وبين المتواتر، نقول بفهم من نأخذ؟ بفهم من؟ بفهمك أنت أيها المقلد، خلاص المقلد أيها الببغاء طويل اللسان وليس لك لسان، ببغاء. بفهمك أنت؟ طب بفهم من؟ بفهم ابن عبدين؟ بفهم الحافظ بن حجر؟ بفهم النووي؟ بفهم من؟ لن نأخذ إلا بفهم من؟ المتقدمين. من المتقدمون؟ القرون الخيرية الأولى، وسنأتي بالأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة على ذلك. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.